واضح كده اننا هنكون على موعد مع ميركاتو ساخن جدا، كل يوم اخبار، كل يوم تطورات في اوروبا وفي كل العالم بصراحه، اللي انتهت عندهم كل الدوريات والامور ماشيه هناك بشكل طبيعي ومنظم. امبارح افاد تقرير صحفي اسباني باستمرار المفاوضات ما بين برشلونه وبايرن ميونخ من اجل انتقال عاشق الشباك البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري الى ملعب كامب نو. طبعا عقد ليفاندوفسكي لسه فاضل فيه سنة هينتهي بنهاية 2023، ورفض اللاعب كل محاولات النادي البافاري للتجديد وأصر على الرحيل. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن الحد الأدنى للمبلغ اللي بيتم التفاوض عليه من جانب بايرن ميونخ إنه لن يقل عن 50 مليون يورو، ده مبدئيا كده. وأول شرط فرضوا مسؤولي بايرن، وعندهم طبعا حق لان ليفاندوفسكي هو هداف الفريق في الفتره الاخيره، بل وهداف العالم، اكتر لاعب احرز اهداف على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى، كمان وكيل اللاعب بيعمل بكامل استطاعته لنقل موكله الى برشلونه بعد ما اتفق طبعا مع الرئيس خوان لابورتا على الشروط الشخصيه لليفا. وبانت الماركا كمان ان بايرن ميونخ رافض ابرام اي اتفاق مع برشلونه الا بعد تحقيق شرطين. الاول ان العرض يناسب قيمه اللاعب واللي حددها بايرن وهي 50 مليون يورو، والتاني ايجاد بديل يخلف ليفاندوفسكي في قياده هجوم البافاري الالماني.